بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إني لأشرف بحضوري ووجودي في المسابقة الدولية التي تقيمها دولة الكويت، وقد التقينا بأخونا الفاضل الشيخ عبد الإله بالنسبة لجمعية الحافظ أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. وإننا لنعلم أن المغرب جزاهم الله خيرا يشتهرون بالحفظ في القرآن العظيم، وكما قالوا بالنسبة للحفظة أن المغاربة يحفظون ويمتازون بحفظهم على مستوى الدول الإسلامية، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. وهذه الجمعية لها باع كبير في تخريج الطلبة والطالبات من حيث القراءات الكبرى ومن حيث القراءات الصغرى، وهم مجتهدون ولديهم الاجتهاد وفيهم الخير العظيم. فهذه الجمعية لها باع كبير ولها اهتمام ولها اجتهاد، ألا وهي جمعية الحافظ أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه. فمن هذا العنوان الجميل الطيب نعلم بأن هذا الجمعية مجتهدة في حفظ القرآن ونشر القرآن على مستوى العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل المغرب آمنة بحفظ كتاب الله عز وجل. أخوكم الشيخ خميس عبد العظيم المراجع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للقرآن وعلومه ومؤذن بوزارة الأوقاف، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.